والله الحمد لله احنا فريق كرة الطائرة سيدات ماشي في الطريق الصحيح اللي احنا رسمناه له والنادي رسمه له، ان هو ان شاء الله باذن الله يحافظ على جميع البطولات اللي احرزها الموسم اللي فات. الحمد لله ماشيين في الدوري بخطى ثابته، فزنا في كل المباريات الحمد لله ومتصدرين الدوري ومأمنين نفسنا جدا في الدوري الحمد لله. عندنا دلوقتي شغل استعداد لأفريقيا الحمد لله، يعني انا مطمن معدل البدني بتاع اللعيبه خاصه لعيبه المنتخب اللي رجعت من المنتخب في ارتفاع مستمر، ودي حاجه بتطمني ان شاء الله باذن الله ان في شهر 4 هتبقى الفرقه في اتم استعدادها للبطوله باذن الله. يعني ماشيين كويس والنتائج كويسه وشغالين شغل بدني عالي جدا الفتره ديت، بالرغم من ان في مباريات الدوري، بس احنا بنلعب مباريات الدوري زائد الاحمال العاليه اللي احنا عاملينها عشان احنا عينينا على افريقيا يعني اكتر باذن الله. ان شاء الله باذن الله انا بطمنهم، انا شايف البنات في التدريب الحقيقه مركزين جدا الفتره ديت، قعدت معاهم وعملنا اجتماع واتكلمنا ان احنا قدامنا تقريبا اقل من شهرين لازم هنعلي الحمل جدا في الفتره ديت ولازم نستحمل عشان نبقى واقفين على رجلينا في بطوله افريقيا. الحقيقه البنات استجابت ومستحملين الجرعات التدريبيه اللي بياخدوها سواء بدنيه او فنيه في الملعب، مزودين في الناحيتين في سواء في التدريبات البدنيه او في التدريبات الخططية والمهارية بتاعتنا، ماشيين كويس الحمد لله وانا راضي عن ادائهم في الدوري لحد دلوقتي. عندنا مجموعه من المباريات وهيدخلها برضو مباراه الكاس مع نادي الشمس، هتبقى مباراه قويه، فكل دي استعدادات كويسه جدا لبطوله افريقيا ان احنا نلعب تحت ضغط الحمل اللي احنا عاملينه في حاجه كويسه، بحيث ان شاء الله باذن الله الفرقه في شهر 4 تبقى تأدي اعلى مستوى ليها باذن الله. We're training so hard for the African Championship. يعني احنا بنتمرن كويس قوي واحنا محتاجين السبورت بتاع الاهلاويه كلهم والفانز وكل الناس. يعني احنا الفتره اللي فاتت كنا لسه راجعين من المنتخب وبدانا واحده واحده نتلم كفريق، وبرده ايه الشامي رجعت من الاصابه، فدي حاجه كويسه قوي، والفرقه واحده واحده بدات تكتمل وطبعا مستواها يعلى. بدنيا احنا برضو شغالين جامد عشان البطوله الافريقيه قربت، فاحنا الدوري مش بيوقفنا فيزيكلي، يعني احنا في بدنيا بنفضل مكملين، وبرضو كتكنيكس كده طبعا احنا كابتن حمدي طبعا يعني مش محتاج يتوصى بينا، يعني احنا كده كده يعني الحمد لله. يعني طبعا بالذات ان هي تبقى في الاهلي هنا فالموضوع بيبقى اصعب وعلينا ستريس اكتر وكده، فبيبقى ليها معسكر خاص وليها تجهيزات خاصه. يعني احنا محتاجينكم معانا عشان هم بيفرقوا جدا معانا في روحنا المعنويه في الفريق، وان شاء الله هنفرحكم زي كل سنه. والله احنا عندنا ماتشات مهمه قوي الفتره اللي جايه، عندنا ماتش الشمس وعندنا سبورتنج والصيد، دول ماتشات مهمه قوي في الدوري والكاس. لو عندناهم هبقى نضمن الدوري يعني والكاس بنسبه كبيره قوي. وبعدين احنا من اهل افريقيا دلوقتي، عندنا افريقيا 1-4 تبقى عندنا هنا في النادي، بس فاحنا بنستعد يعني من دلوقتي لافريقيا اكتر من الماتشات دي. احنا فعلا من غيركم ولا حاجه، وانتوا مكسب كبير قوي لينا، وانتوا تقريبا اكتر من 70 او 80% من المكسب، فاحنا محتاجينكم يا ريت تبقوا معانا وورانا ونشوفكم كلكم يعني في الصاله. اكيد طبعا احنا كنا مستعدين لبطوله المنتخب دي يعني كويس، ولما رجعنا هنا استعدنا مع بقيه الفريق، فكابتن حمدي يعني على طول بيشارك كله، فكنا كلنا تقريبا جاهزين يعني.